نفس احمد الفهيد وايضا بوجه لبقيه الزملاء، هل في رايك الان بعد انتهاء مباراه تشيلسي وشفنا مباراه الهلال مع الجزيره، هل اتخذ فهد بن نافل وادارته القرار الصحيح بابقاء جارديم لهذه البطوله، ولا كان يفترض اقاله المدرب قبل البطوله بعد ما شفت المباريات؟ انا يعني ما زلت عند رايي انه جارديم عنده مشكله في اوقات التغيير وفي نوع التغيير، يعني زي ما قال اخوي. لا بس جاوبني طيب اول شيء بعدين برر. حجي لك. لا انا يعني انا اشوف ان القرار سليم 100%، لانه ما كان يمكن ان تغامر بمدرب جديد ما لسه هيجي يتعرف على الفريق ويتعرف على اللاعبين ويدخل الاجواء وتقحمه في بطولة عالمية زي هذه، وإبقاء الإبقاء على جارديم هو القرار الإداري السليم 100%، ما في شك، يعني حفظا على المكتسبات اللي حدثت وعلى الانسجام الحاصل، وحتى لو فيه يعني مشكلة بينه وبين اللاعبين، أقصد مشكلة فيما يتعلق بالخيارات الفنية وكذا، مشكلة جامدة وثابتة يعني نفسها، لا نخليها تفاقم ولا نجيب مدرب جديد وممكن يحوس الدنيا، الوقت التوقيت ما كان يسمح، ولذلك اتخذت إدارة القرار الصحيح. لكن جارديم فعلا ما زال يعني اليوم فعلا قرارات التغيير عنده سواء من حيث التوقيت او من حيث اللاعبين اللي اختارهم، مدرب عجيب، يعني انت مدخل لاعبين اخر مباراه غيرت كل نهجك التكتيكي لدرجه انه هذا دلقادو، يعني انا شفت مباراه الملعب ما لمس الكوره، ما لمس، بس يلف يلف يلف، ما يعني لا ما يمدي لاعب جايب جديد انت تدخله 8 دقائق في مباراه مهمه زي هذه وانت كنت ضاغط، يعني كان الشوط الثاني ما انت بس خلاص بتقفل النتيجه، لا انت قاعد تحاول تسجل التعادل وتذهب بالمباراه الى الاشواط الاضافيه ان لم تستطع ان تحقق الفوز، يعني كانوا اللاعبين يعني رايحين يبغون النهائي، فدخل اللاعبين اللي هم ديلجادو وكاريلو وخلاص انتهت المباراه، يعني 8 دقائق الاخيره و10 دقائق الاخيره انتهت المباراه، يعني وانا في الملعب رايت انه تشيلسي خلاص حسمها ب 1-0. كانو اذا سمحت بتكلم عن كانو، تفضل. رائع رائع رائع، كأنه لاعب قاعد ينضج بشكل عجيب، عنده إمكانيات بدنية وفنية وعمره صغير وقاعد يكتسب الثقة، واضح أنه الجمهور والإدارة قاعدين يمنحون ثقة كبيرة اكتسبها ليس في وحسب، حتى في المنتخب السعودي مع السيد هيرفي رينار، كأنه أنا أعتقد أنه واحد من العلامات المضيئة في كرة القدم السعودية واللي سيقود مستقبلها. اليوم غياب سلمان أقدر أقول عليه فقيدة، سلمان الفرج اليوم فعلا يفقد في وسط الملعب. المهندس زياد العمودي مغرد يقول الذهب أحمد الفهيد كان منور العاصمة أبو ظبي. هذه الصورة ما شاء الله ما شاء الله أبو حميد، حركات يعني، ها شف شف شف. والله اليوم كان الملعب كان الملعب اليوم والله أزرق، يعني جمهور هلال اليوم كان شعل المباراة معطيها جو آخر، يعني والله اليوم مو الهلال داخل الملعب بس، كان عالمي، حتى جمهوره برا كان عالمي يعني في المدرجات.